تحت بقوة محمد المركز 525 رقم البقعة 411 أ، خديت لي السلعة باش نحفر الشمندر نهار 3/7، حفرت لأن فيها في حالة عدم احترام تاريخ الحفر يعتبر هذا الاستدعاء لاغيا، حفرت الشمندر ديالي ما تهز حتى نهار الخميس. باش حفرت يا سي تاكورت؟ حفرت نهار لتروا. باش؟ نهار الاثنين. يعني باش حفرتي؟ حفرت بالآلة. بالآلة، أو الآلة واش هما اللي فارضينها عليكم ولا؟ لا ما انتوما اللي كتختاروا. هما قالوا لك ضروري تحفر بالآلة. أييه. لأن مازال ما وصل لكش نهار الحفر ديالك. حنا كنشوفوا الضياع. باقي ما وصلش الحفر. قال لك إلا باغيين تحفروا بالآلة غادي نعطيكم الآلة. باغيين تسناو الحفير ديالها سمو غادي تسناو، قال لك حتى الأخر ديال شهر 7. وشهر 7 راه ما غاديش يبقى الشمندر. شهر 7 كاين الضياع بزاف. إذن كنتو نتوما مجبرين أنكم تحفروا بالآلة. بالآلة. كان الشمندر ديالي أنا بمثابتهم بحالهم. ما تهز حتى ولا خمس أيام. خمس أيام ديال الشمس. خمس أيام ديال الشمس. والحرارة مفرطة. والكميو واقف الشارجورة واقفة عندنا في الدوار. ما كتشارجيش. الكميونات حتى يشارجيو. كنقولوا لها شارجي، كتقول لك أسيدي جانا ميساج من لوزين ما خصناش نشارجيو الشمندر ديال الآلة لأنه ما مزيانش. خاش المنظر ديالنا ليل ونهار والحراره مفرطه حتى ولا بحال هكا، ونص باقي في الارض، انت نص باقي في الارض، مضروب بالاله وبقى في الارض. هذا الورق ما تنهضروش على الورق مشى، ماشي شغلنا في الورق. هذاك الشيء باش طلبنا الاله. زوج هكتارات. الورق ما كاينش. ما كاينش الورق، ماشي مشكل الورق. خلينا الشمندر اللي كان بحال هكا، بحال هكا. أربع أيام حتى ولا بحالو، حروب، بانت، أجاسي، هاش منظرة، هاش منظرة، الهكتار اللي كانت تتهز فيه، أربعة الفياجات، خمسة الفياجات، أني ضايعة. بالنسبة للسنوات الماضية شحال كنتو كتهزو ديال؟ كنا ضعنا حتى ديك السنة سنتين متابعين هذه السنوات، حتى ذاك العام اللي توقع لنا نفس المشكل، واني ماشي بهذه الحالة، واني السنوات الأخرين أنا كنت تنحفر باليد كان فوق 80 طن في الهكتار، وراه كلشي عندهم، كان فوق 80 طن في الهكتار باليد، هذا العام جوج كتارات يلاه غتعطي 40 طن، جوج كتارات 40 طن. اش غادي نديرو مع موالي الماء دابا؟ اش غادي نديرو مع موالي الاسمده؟ اش غادي نديرو مع موالي الادويه؟ اش غادي نديرو مع هاد الناس اللي بعنا لهم الورق؟ كارثه. يعني انتم غادي تكونوا امام واحد العجز اللي كيف؟ احنا من اليوم احنا عاجزين من ديبار من اليوم. اذا شنو هو الطلب ديالكم دابا؟ الطلب ديالنا ما يقولوا لنا لا زيدوا لا خصكم، هما يعوضوا لنا اش، لان عامين وحنا خاسرين، خسرنا ذاك العام وخسرنا هذا العام. والما دابا هو غادي يخرج لنا لو كانس في لي كل مواسات غادي يخرج الماء، باش غادي نخلصوه؟ انا يعني العام اللي فات ما شديتش، ما شديتيش ما شديت فيها حتى حاجه، زيد ودي نخلصته من عندي 60 تم عندي 6 انا من عندي شحال زدتي يا سي سي؟ ودي نخلص فيها شي 3 مليون، خاسر على الشمندر شي 2 مليون 5 مليون وما شديت التاريخ، وتيقولوا لي راه الطوناج كاين الطوناج في هادشي. اذا نتوما كطالبوا دابا باش يعني بالتعويض على هاد الخسائر هادي اللي لان ازيدك، لان جوج كاميونات، انا حفرت النهار لو 3 حفرت الصباح ديال لو 3، جاو جوج كاميونات مع العشيه فيهم جي 21 وجي 20، شرجوا بالخدامه وانا حافر بالاله، علاش يشرجوا هاد الكاميونات بالخدامه؟ علاش؟ والكاميونات ديال الاله يومين هما باقيين عندنا في الدوار بريتين خدامينش كاع ما خدامينش. جي 21 وجي 20 شرجات بالليد وانا حافر بالاله، علاش؟ ما فهمتش علاش. اذا هاد التاخر هذا في نقل الشمندر للوزين ديالو لا دهيات تسبب لكم انتم في يعني خساره يعني اللي هي مضاعفه. اش غتعبر لك هذه؟ اش غتوصل لي؟ واخا تكون فيها الحلال هو 30، اش غتعطي؟ بالنسبة لهذه انا عندي 90 متر وحاز فيها طيب. بالنسبة لهذه هذه ثقيلة، هذه خدمة عندها ما تعطي. وسنتين سنتين هذاك العام نفس المشكل،
ده نتوما غير نموذج، ما راه الاغلبيه ديال الفلاحه في المنطقه ديال افورير كتعاني من هذا. راه 2 هكتارات ما فيهاش لا ورك، شحال ديال ما غادي نخلصوا، شحال ديال الدواء غادي نخلصوا، شحال ديال الاسمده، داكشي اللي عندنا راه عطينا في التكربيل وعطينا في داكشي اللي عندنا ديال البهيم راه بعناهم وكرهناهم. حنا خارجين مستوى اللي راسي السابعه بكره جينا لهنا شويه احنا سرقنا ثاني نفس المشكل. وبالنسبة ليا الشعيبي زايد راه نفس المشكل ديال اسمو عندي بقعة عليها 90 فيها فياج واحد بالنسبة لنفس المشكل وقع لك حفرتي حتى انت وديتي كتسنى نفس التوقيت عاجي دابا تشوف المشكلة هادي هاي قمة الدواشة ديال بيت قمة الدواشة ها انت انت زيدو تدري قبل وكو داير الشمندر ديالنا قيمة ليه لاش قيمة ليه لاش هذيك 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 شي وحده تبع شويه ارا عدادك ارا عدادك هو تصبر هاتي تصير لي اللي كلاش